مع اخوي سعاده المستشار محمد ضيف الله شرار. اخونا العزيز محمد ضيف الله شرار. ابو فهد الله يحفظك. تشرفت في سعيد اني التقي معك. سعيدين فيك الله يحييك. انا اسعد. الحقيقه احنا يعني سيدي صاحب السمو حفظه الله مهتم بشرائح المجتمع كافه، ومن ضمن الشرائح الشريحة المهتمة بالموروث الشعبي، وقد وعد سموه بأن تنشأ لهذا الموروث قرية تليق به وتليق بتراثنا الشعبي كله، وفعلا أنشئت هذه القرية، ونستاذن صاحب السمو حفظه الله بأن نسميها قرية الشيخ صباح الأحمد التراثية، لتكون رمزا لتراثنا ورمزا لارتباط الحاكم بالمحكوم وارتباطنا بهذه الأرض وبتراث. قرية تراثية متكاملة تحوي جميع التراث الشعبي الكويتي.